السلام عليكم. في هذا الفيديو بغيت نقدم لكم واحد ممثل انجليزي مغربي سميتو نبيل الوهابي. انا ونبيل غادي نتكلمو بداريجة حيت كنكرهها. انا ونبيل تلاقينا في لندن فين كنسكن مع العائلة ديالي. نبيل ممثل معروف الانجليز و كيلعب ادوار بزاف في السينما في التلفزة وفي المسرح. السلام عليكم نبيل. وعليكم السلام بنديكت. كي داير لاباس؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد في هذا الوقت. مرحبا. شكرا شكرا بزاف. نبيل، بغيت نسولك شي أسئلة على الحياة ديالك كممثل. انت من أصل مغربي، شنو تزاديتي؟ كيفاش ما فهمتيش؟ زاديت وين زيت انا في لندن، انا خلقت انا في لندن وزيت انا في لندن وكبرت انا في لندن كامل في واحد المقطع في لندن، لابروك جروف ويست لندن، وهذه هي فين زيت. والديك بجوج مغاربة، منين هما من المغرب؟ الوالد ديالي من جبلي، من بني عروس. بني عروس؟ بني عروس برا في الشمال، برا طنجة. والوالدة أمينة هي من الريف، ريفية، من ريفية، من ناظور. ناظور مزيان. واش كنمشي بزاف للمغرب؟ كنت انا ملي كنت انا صغير كنا كنمشيو كل عام، كنمشيو في الكونجي ديالنا ملي نكون عندي الراحه من المدرسه. كل عام كنت كنمشي، ومن دابا خدمه كديني مره كديني الخدمه، كنعمل افلامات تماك. قال شي 4 ولا 5 مرات عملنا الافلامات في المغرب. كنمشي كنمشي. مزيان. واش عمرك لعبتي شي دور في شي فيلم ولا مسلسل مغربي؟ لا، عمري ما مثلت انا في شي دور مغربي. بالحق لعبت، عملنا واحد الافلام على ابن بطوطة، وانا لعبت صاحبه حمزة اسمه. وما نعرف، اسمح لي العربية ديالي شوية ثقيل، ماشي ديالك مزيانة. أنا ديالي شوية ثقيل ونسيت بالعربية، ما نعرفش كيفاش نقولها بالعربية. بالحق بالإنجليزية الأفلام اسمها جاني تو مكة. جاني تو مكة، عملناها في الآي ماكس. وبالحق ما كرهتش نصور في المغرب، بغيت أنا. لكن إذا كان شي واحد يبغى يعطي لي خدمه، مرحبا بكم، انا هنا. امتى عرفتي بغيتي ان تولي ممثل؟ واه، كيفاش بويخ عرفت؟ نقول لك، انا ما نجحتش ملي كنت في المدرسه 15 16. عاملين حنا عندنا واحد الامتحان جي سي اس ايز، وانا ما نجحتش. قلت اش غنعمل؟ وخصنا نعاودو امتحان. ايوا، كنت كنشوف شنو نقدر ندير، وجبرت تمثيل دراماتيك. قلت واحد الشيء غيكون سهله، ساهل داكشي. مهم، بديتها وعجبني الحال. كنت كنمشي بكري، مبقى معطل، وجبرت راسي كونسيومد، ما نعرفش بنقوله بالعربيه. كنحماق عليه. ومن تمك بديت 16 17. من تمك مشيت عملت واحد عاوتاني امتحان الاخرين، ومشيت للجامعه، مشيت لليونيفرسيتي. ومن تمك شويه بشويه 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 بقينا كنقيو. وهذيك بديت منك بالحق، ما تعطلت 17 16 كان عندي في عمري قبل ما عرفت. هذه هي لا هيستوار ديال التمثيل الليلي. اول مره اللي شفتك فيها كممثل كانت في التلفزه.
في الدور ديال طريق لروسي في مسلسل مشهور بزاف الانجليز. قول لنا شوية على هاد التجربة. واخا كنت هضر على ايست اندز. ايست اندز هي واحد المسلسل ديال الانجليز اللي مشهور بزاف و 25 سنة وهي ما كتبشي. و هذيك في الاول مره ملي سولوا عليا ما بغيتش نديرها حقاش كنت كنعمل انا افلامات وما بغيتش نعمل تلفزيون مسلسل ما بغيتش في ذاك الوقت. بالحق ملي عيطوا لي وهضروا معايا قلت اوكي انا نجربوا هذا الشيء. وانا واحد الحاجه انا سميت طارق طارق العروسي الوالد ديالي كيجي من بني عروس. سو بني عروس هو الجبل اللي كيجي للوالد ديالي كبر فيه. وإلا كنتي من بني عروس كيقول انا من بني عروس. وانا سميت الكاركتر ديالي طارق العروسي. علينا عام ونص كنا وكانت شي حاجه غريب. عمري ما عرفت الناس يجيون عندك يسقسوك تصور معاك يسقسوك تعملوا اوتوغراف بزاف الحاجات اللي جات لي بزاف في شكل. وكاين حاجه كان مزيان وكاين حاجه ما كانتش مزيان ما جاتش معايا. بالحق الحمد لله it was good. It was great. شكرا. لعبتي أدوار في مسلسلات وأفلام كثيرة. في أخير مسلسل شفتك فيها لعبتي دور ديال كوماندار أفغاني. Our Girl في مسلسل ديال Our Girl. واش على سل مغربي ديالك كيساهم الانواع ديال الادوار كيجيوك؟ دابا شنو كاين في الافلامات وفي المسرح بزاف الحاجات. الا ما كانش ما جبروش شي واحد كيفاش نقدر نشرح لك؟ مثلا ماشي مهمه تكون من ديك موطع. مثلا مغربيه تقدر الى كتبان تقدر تكون من افغانستان يدخلوك تلعب افغاني. كاين ممثلين من ديك المواطع بالحق قلالين ما كاينش بزاف. سو ليلي اكثر المرات كنلعب انا انسان من العراق من افغانستان من لبنانيز من لبنان لبنان بزاف الحاجات. وكاين من ديك الجهه هذه يقدروا يعيطوا لي. وواحد الحاجه الاخر مثلا الى قدرتي تدير مثلا لاكسون المصري او لبناني او عراقي كل حاجه عندها شويه سبيسيفيك ما عرفتش. خصك تعرف كيفاش تقدر تعمل داك الشيء. والحمد لله كنعرف نعمل داك الشيء. سو هاد الشيء كيفاش جبرت راسي في هاد الموقع. مزيان. ايوا شفتك في 5 مسرحيات. Okay, so Rest Upon the Wind, Oslo, The Nightmare of Carlos Fuentes, Oil, Losing Our Children to Islamic State. Yeah. فين أنت البغدادي. لعبت البغداد, هل على هالدوار في هاد مسرح صعيبه وفي نفس الوقت مهمه. شنو اللي خلاك تختارهم؟
هذيك هي سولتي واحد كويشن زوينه ما عندي من سلك. مسرح واحد الحاجه في شكل مسرح حيت كنعمل دائما كنقول كتعمل الافلام كتعمل الراس ومسرح القلب كتدخل حقيش كتخدم بزاف كتخدم بزاف خاصك تعمل قلبك كامل فيه. وملي كنختار ديك المسرح اللي كتهضر عليهم كل بارت كل كاركتر كان عنده واحد سبيسيفيك كيف يقولوا بالعربية gift كادو exactly كادو واخا صعيبة بالحق هذيك هي مثلا بس تقول الممثل اش كيعمل كيعمل مسرح فهمتي سو مهمة ممثل باش يقدر يقول انا ممثل خصك تجرب مسرح جرب الناس قدامك جرب لايف بيرفورمانس ما عرفتش نقولها بالعربيه بالحق الواحد شي واحد اللي يعرف يقولنا يسولنا بالحق خصك تعمل انا بالنسبه ليلي كيفاش انا كنفكر كتعيش ملي كتمثل خصك يكون عندك الناس قدامك باش يقدروا يكونوا تمك سو هذاك الشيء اللي كنخمم انا اوكي واخا واش كتفضل المسرح ولا التلفزه ولا السينما كل وحده عندها الصحه ديالها فعل مثلا مسرح كتقدر تخدم مع واحد قريب كتخممو كتهضرو مجموعين ديك شي حلو من 10 حتى ل 5 انت مع 3 4 5 6 ديالنا للممثلين وديك شي كتجي حلو فعل شي فاميلي يو نو العائله مع العائله ديال الممثلين والافلام ساعات عاوتاني في الشكل افلام ما نعرفش نقولها بالعربيه الكرافت او بالعربيه اش كيقولوا خدمه ديال الافلام سبيسيفيك ومزيانه فلوس مزيانه احسن فلوس وتلفزيون عاوتاني كل حاجه عندها حاجه اللي كتحتك فهمتي فعلى مثلا الا مشيتي الى الرياضتي مشيتي الرياض مره كتخدم رجلك مره كتخدم يدك سيم لا ميم سيتويشن بالتلفزيون مره كتخدم هكا ومره كتخدم هكا هادشي اللي كاين اي ما افلام كنتي في هوليوود مشيت مره مشيت تماك عجبني الحال حقاش تماك الخدمه كثير بالحق انا كيعجبني نكون انا في المريك في المريكا كيعجبني باقي احسن انا في لندن انا كيحسن في لندن اولا في المغرب بغى شي واحد يجيبني المغرب انا موجود يلا بسم الله مع كوفيد واش هاد الوقت صعيب الممثلين هيت مسرح مسمودين وما كاينينش افلام صعيبه بزاف وقف كل شيء وقف ما كاينش شي حاجه اللي كيدور دابا الافلامات انا تكلمت مع واحد البروديوسر مغربية مشهورة خديجة عالمي امرأة الله يعمرها سلام مزيانة بزاف وهي كتخدم بزاف في الأمريكا وفي لندن وفي كل في كل في كل إيطاج في كل حاجة صعيبة كل شيء ما كانش شي واحد اللي ما جات له مسهلة حقش ما كانش الخدمة سو دابا شي غتعمل كتقول كيف كيقولوا بالعربية على الله ديك شيء يفتح على الله بالحق في هذا الوقت هذا ما كاينش الخدمه دابا من دابا من مارس من ديك 3 شهور كل شيء وقف ما كيدوروا مسلسل اللي كتهضر عليها مثلا ايست اندز وقفوها ما كاينش بالحق من دابا كيقولوا من دابا شهر هكاك
غيبقاو يفتحوا يبقى يصوروا ان شاء الله اخر سؤال ديالي شنو لي راهي ديالك على الجمعية خيرية The British Moroccan Society؟ ما فهمتش عاودة شوية حق ما فهمتك شي كيفاش كيفاش تلاقيت معك كتخمم وانا كيعجبني انا ملي تلاقيت مع The British Moroccan Society الحاجة اللي جات لي غريب ومزيانة بزاف الناس اللي مثلا ماشي مغاربة كاملين بالحق عندهم واحد افكسيون المغرب وباغيين يعاونوا ويعاونوا ناس يطلعوا راس يعاونوا راسهم وبزاف عجبني اللي الخدمة اللي عملوا اللي عملوا في تلاتاست هذه جات لي زعمان سعاجة واعرة سعاجة بزاف 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 حيت احنا كاملين كان خصنا نوقفوا مع بعضياتنا واحد اللي ما عنده شي واحد اللي عنده كل واحد خصنا نعاونوا بعضياتنا وسجلت لي مزيانة بزاف وكنشكرهم بزاف 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 وبغيت مثلا ان شاء الله الا قدرت انا عاوتاني نعاون شي شويه نقدر نعاون بالحق الخدمه اللي كتعملوا برافو عليكم شكرا بزاف من قلبي وقيل صافيت واو سلامه وعليكم السلام قررت باش ندير فيديوهات بداريجة على الحياة ديالي في الانجليز في الكونفينمو هيت كان عندي الوقت باش نحسن من الدارجة ديالي لي كيجيبكم هاد فيديو افك سبسكرايب في شان ديالي يوتيوب La vie en Darija, Arayat Darija, Life in Darija, ou partager. Shukran!